شركه حماس كانت قد تبنت اطلاق 30 صاروخ من جنوب لبنان الى مستوطنات الجليل الاعلى. كما تحدثت ايضا كان هناك اصابه بشكل مباشر لمستوطنه كريات شمونه وبالتالي 3 اصابات، وهذا ما ادى الى قرار وزير الدفاع الاسرائيلي باخلاء مستوطنه كريات شمونه. بس لانا انا اشير وانت يعني تخبرينا بالتطورات انه يبدو في قنابل مضيئه، هذه الصور نحن ننقلها لقنابل مضيئه فوق الجنوب اللبناني، نتابع صورها الان. لمتابعه المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الانسانيه والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.